السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أبنائي الأعزاء إلى محاضرات مقرر تاريخ المغرب والأندلس. ابتداء، كل فصل دراسي أنتم بخير، توفقون إن شاء الله في نهايته ويكون مكللا بالتوفيق والنجاح والفلاح، يعينكم الله وينجح مقاصدكم ويزوجكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويهيئ لكم الخير في دنياكم وأخراكم إن شاء الله تعالى. إذن مقررنا في هذه المحاضرات هو تاريخ المغرب والأندلس. سوف نركز ابتداء على 4 نقاط رئيسية، ثم نستوفي بقية التفاصيل في بقية المحاضرات قدر الإمكان. إذن مرة أخرى، ما مقررنا؟ تاريخ المغرب والأندلس. على ما سوف نركز ابتداء؟ على 4 نقاط رئيسية، ثم نستوفي بقية التفاصيل قدر الإمكان في بقية محاضراتنا إن شاء الله تعالى. أما النقاط 4 التي سوف نبتدئ بها ونركز عليها، فهي: النقطة الأولى، نطاق هذا المنهج، هذا المقرر، النطاق الجغرافي الذي يغطي هذا المقرر. ما حدود المغرب والأندلس، إقليمي المغرب والأندلس؟ ما الوحدات السياسية التي تشكلها الآن أو تكون إقليمي المغرب والأندلس الآن، حتى نربط الماضي بالحاضر والحاضر بالماضي؟ ما العناصر السكانية التي سكنت هذين الإقليمين وكان لها دور فاعل في تاريخهما؟ ثم ما حدود دراستنا لهذين الإقليمين أو لتاريخ هذين الإقليمين؟ هذه هي النقطة الأولى. إذن يا شباب، أعيدها مرة أخرى، أعيدها، مقررنا تاريخ المغرب والأندلس. على ما سوف نركز ابتداء؟ على 4 نقاط رئيسية. ما النقطة الأولى؟ هي نطاق هذا المقرر جغرافيا، بمعنى ما حدود إقليمي المغرب والأندلس جغرافيا؟ ما الذي يشكل هذين الإقليمين سياسيا الآن؟ يعني ما الوحدات السياسية، ما الدول، ما الإمارات مثلا، ما الممالك التي تشكل الآن إقليمي المغرب والأندلس؟ ما العناصر السكانية التي سكنت هذين الإقليمين وكان لها دور فاعل في تاريخهما؟ ما حدود دراستنا لهذا الإقليم أو لتاريخ هذين الإقليمين في هذا المقرر؟ إلى ما سوف نمتد؟ هذه إذن النقطة الأولى، أعيدها مرة أخيرة، نطاق المقرر جغرافيا وسياسيا وسكانيا وحدود دراستنا لهذا المقرر. النقطة الثانية، تاريخ هذين الإقليمين اللذين نتعرض لهما في هذا المقرر، هذا التاريخ الذي نتعرض له في هذه المحاضرات، ما موقعه من تاريخ الأمة حتى لا ندرسه دراسة منبتة منقطعة الصلة باللحمة الكبيرة وهي نسيج تاريخ الأمة؟ تاريخ هذين الإقليمين، تاريخ المغرب والأندلس، أين موقعه من الدكانة التاريخية لتاريخ الأمة؟ في أي رف يقع إنجاز التعبير؟ ما الذي يسبقه؟ ما الذي يلحقه؟ ما الذي يتعاصر معه؟ فكما تعرفون، التاريخ تأثير وتأثر. كما لا يعيش الإنسان منبتا وحده جامدا منفردا، كذا الأمم والقوى والدول عبر التاريخ تؤثر وتتأثر. إذن لا يمكن دراسة تاريخ إقليم بعينه منبتا عما حوله، خصوصا إذا كان ما حوله ينتمي معه إلى اللحمة الكبيرة، إلى الأمة الإسلامية التي تضم الجميع.
إذن هذه النقطة الثانية، هذا التاريخ تاريخ المغرب والأندلس ما موقعه من تاريخ الأمة؟ وهذا سوف يحدو بنا أن نتعرض لملامح تاريخ الأمة نفسها إيجازا، للهيكل العام لتاريخ الأمة، للعصور المتتابعة لتاريخ الأمة، لنسكن فيه تاريخ المغرب والأندلس في موقعه، فتتضح الصورة. هذه إذن النقطة الثانية، موقع تاريخ المغرب والأندلس من تاريخ الأمة بعامة. النقطة الثالثة، تاريخ المغرب والأندلس في حد ذاته ككتلة، ما مكوناته الداخلية؟ ما العصور التاريخية والقوى الحاكمة التي تتابعت على هذين الإقليمين في هذه الحقبة التي نتعرض لها بالدراسة؟ إذن النقطة الثالثة، تاريخ هذين الإقليمين، ما العصور التاريخية التي تتابعت فيه؟ ما القوى الحاكمة التي كان لها نفوذ فيه على التتابع التاريخي؟ إذن كما سنتعرض للهيكل العام لتاريخ الأمة سوف ونسكن من خلاله تاريخ المغرب والأندلس، سوف نعود فنتعرض للهيكل العام لتاريخ المغرب والأندلس في عصوره المختلفة. ثم النقطة الرابعة والأخيرة حول طبيعة انتشار الإسلام في هذين الإقليمين، هل كانت كما يشاع عن طبيعة انتشار الإسلام في غيرهما من أقاليم دار الإسلام كما يشاع مغالطة أنها كانت بالقهر والعنف وبحد السيف، أم أنها على الحقيقة كانت إقناعا وحرية اختيار في الأعم الأغلب الساحق؟ مرة أخيرة، النقطة الرابعة والأخيرة هي طبيعة انتشار الإسلام في إقليمي المغرب والأندلس بعد فتحهما، هل كانت عنوة اضطرارا قهرا تحول سكان هذين الإقليمين إلى الإسلام تحت حد السيف كما يشاع مغالطة في حق عموم تاريخ هذه الأمة، أم أن الأمر على نقيض هذا في الأعم الأغلب الساحق؟ هذا ما سوف نتعرض له في هذه النقطة الأخيرة، التي ربما يذكر بعضكم أبنائي الأعزاء ممن درسوا معي من قبل مقررات سابقة أننا تعرضنا لها أيضا بشكل أو بآخر. إذن لماذا نكررها؟ لسببين. السبب الأول، لعل منكم من لم يدرس معي من قبل. السبب الثاني، من درس من قبل نعود فنذكره بها ولو في ملامحها العامة، حرصا على نفي هذه الشبهة في حق تاريخ هذه الأمة السمحة. هل هي أمة سيف أم أمة، هل هي أمة حربة وسيف قهرا وعدوانا، أم أمة لسان وحرف ودعوة بالأساس، أدعو إلى سبيل ربك ابتداء أم اقتل؟ هذا هو مضمون هذه النقطة الرابعة. ثم نتعرض بالتفصيل قدر الإمكان للتفاصيل الرئيسية التي تضمها عصور هذا المقرر في هذين الإقليمين. إذن أبنائي الأعزاء، حتى لا تتوهوا مني ابتداء، قلت إنني سوف أتناول معكم في هذه المحاضرات تاريخ إقليمي المغرب والأندلس، تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس. قلت إنني سوف أركز ابتداء على أربع نقاط رئيسية ثم أستوفي التفاصيل قدر الإمكان في بقية المحاضرات. من النقطة الأولى، نطاق هذا المقرر، جغرافية هذين الإقليمين، حدود هذين الإقليمين، الوحدات السياسية والدول والممالك المكونة لهما الآن الواقعة فيهما، طوائف السكان التي سكنتهما تاريخيا وأثرت في تاريخهما، حدود دراسة هذا المقرر. هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية هي موقع تاريخ المغرب والأندلس من الهيكل العام لتاريخ الأمة الإسلامية، باعتبار أن هذا التاريخ تاريخ أمة واحدة متداخل يؤثر بعضه في بعض.
النقطة الثالثة، تاريخ المغرب والأندلس، ما مراحله الداخلية، ما عصوره المتتابعة، ما القوى الحاكمة فيه ذات النفوذ. النقطة الرابعة والأخيرة، انتشار الإسلام في هذين الإقليمين بعد فتحهما، يا ترى على أي نحو كان؟ على الأصل دعوة وحرفا، أم على الفرع الذي يزعم مغالطة كانت قهرا وسيفا؟ إذن هذه النقاط الأربعة. أعود إلى النقطة الأولى أبنائي الأعزاء، وهي نطاق المقرر، النطاق الجغرافي والسياسي والسكاني لهذا المقرر. قلت إنه تاريخ المغرب والأندلس. نقصد بالمغرب الإسلامي الكبير ليس المملكة المغربية الآن أو المغرب الأقصى المعاصرة، وإنما نقصد بإقليم المغرب الإسلامي الكبير الأرض الممتدة في الشمال الأفريقي. أفريقيا، قارة أفريقيا هذه التي تشبه على شكل مخروطي، ترسم في الغالب في الخرائط الجغرافية على شكل مخروطي، قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب. هذه القارة جغرافيا تنقسم إلى قسمين كبيرين بشكل أفقي، يمتد من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. الإقليم الشمالي الساحلي الذي يمتد إلى الداخل نسبيا، هذا نسميه الشمال الأفريقي أو شمالي أفريقيا. يحاذيه من الجنوب فاصل صحراوي كبير قاحل اسمه الصحراء الكبرى، يليه جنوبا في بقية مساحة القارة الأفريقية ما نسميه أفريقيا جنوب الصحراء، أو ما نطلق عليه تاريخيا أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء. أفريقيا الإسلامية جنوب شرقي الصحراء الكبرى وجنوب غربي الصحراء الكبرى. أفريقيا الإسلامية جنوب شرقي الصحراء الكبرى حيث السودان الشرقي. السودان الشرقي نقصد به سودان وادي النيل وامتداداته إلى القرن الأفريقي، الصومال وجيبوتي وإريتريا وما إلى ذلك. السودان الغربي نقصد به المنطقة الغربية من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث الآن جمهوريات أو دول مثل السنغال ومالي وغينيا، نزولا إلى ساحل العاج ونيجيريا والكونغو وما إلى ذلك والكاميرون. إذن ما النطاق الجغرافي لهذا المقرر؟ إقليم المغرب في هذا المقرر لا نقصد به دولة المغرب الآن المعاصرة المسماة أو المعروفة بالمملكة المغربية. ماذا نقصد به إذن؟ نقصد به إقليم المغرب الإسلامي الكبير. ما حدوده؟ حدوده هي المبتدئة من حدود مصر الغربية شرقا، يعني هو يبدأ بعد الحدود الغربية لمصر، من ناحية الشرق يبدأ من الحدود الغربية لمصر ما بعد السلوم، ويمتد نحو الغرب على الشريط الشمالي شمال الصحراء الكبرى. قلنا أفريقيا تشقها الصحراء الكبرى نصفين، قسم الشمالي شمالي أفريقيا، قسم الجنوبي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. قسم الشمالي هو الذي يمتد فيه إقليم المغرب الإسلامي الكبير من الشرق من حدود مصر الغربية وإلى الغرب إلى المحيط الأطلنطي، إلى أغادير في المغرب الأقصى الآن في المملكة المغربية، وينزل جنوبا إلى موريتانيا. إذن هذه الحدود الجغرافية لإقليم المغرب مرة أخرى، هي التي تمتد من أي؟ من الحدود الغربية لمصر من جهة الشرق، يعني من الشرق يبدأ المغرب الإسلامي الكبير عند حدود مصر الغربية، يمتد غربا إلى مياه المحيط الأطلنطي، ثم ينزل بلسان جنوبا إلى موريتانيا. هذا هو النطاق الجغرافي لإقليم المغرب الإسلامي الكبير. مما يتكون الآن، ما الدول الواقعة فيه الآن حتى نربط الحاضر بالماضي أو العكس؟ يبدأ من الشرق من حدود مصر الغربية بليبيا، ثم تونس، ثم الجزائر، ثم المملكة المغربية
أو المغرب الأقصى، ثم موريتانيا في جنوب المملكة المغربية. مرة أخرى، ما مكوناته السياسية؟ من الشرق ليبيا، ثم تونس، ثم الجزائر. ليبيا جغرافيا، الجغرافيون المسلمون يطلقون عليها ليبيا، وتونس نسبيا المغرب الأدنى، يعني الأدنى إلى مصر، الأدنى إلى الشرق الإسلامي. الجزائر يطلقون عليها المغرب الأوسط. المغرب الآن، المملكة المغربية، يطلقون عليها في امتدادها إلى موريتانيا المغرب الأقصى. إذن أعزائي، إقليم المغرب الإسلامي الكبير، ما نطاقه الجغرافي؟ نطاقه الجغرافي من حدود مصر الغربية في جهة الشرق إلى مياه المحيط الأطلنطي في جهة الغرب، نزولا إلى موريتانيا جنوبا. ما الدول الواقعة فيه الآن من جهة الشرق؟ قلنا ليبيا، تونس، جزائر، المملكة المغربية، ثم موريتانيا. خمس دول: ليبيا، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، وخمس دول تنحصر بين الدولتين الأخيرتين، المغرب شمالا وموريتانيا جنوبا، ينحصر إقليم متنازع عليه اسمه إقليم الصحراء المغربية. إذن هذه ملامح إقليم المغرب الإسلامي الكبير جغرافيا وسياسيا حتى اللحظة. طب أنا قلت هذا الإقليم، هذا المقرر عفوا، هل يقتصر على تاريخ المغرب فقط أم ينضاف إليه تاريخ الأندلس؟ لا، ينضاف إليه تاريخ الأندلس باعتبار المغرب كانت معبرا ومجازا نحو فتح الأندلس، وارتبط تاريخ الإقليمين ارتباطا وثيقا عبر عصوره المختلفة. إذن ينضاف إلى تاريخ المغرب تاريخ الأندلس. بالتالي ما النطاق الجغرافي لإقليم الأندلس؟ إقليم الأندلس هو اللسان الأخير الممتد من قارة أوروبا في الماء في أقصى الجنوب الغربي منها. مرة أخرى، ما موقع إقليم الأندلس؟ هو اللسان الأخير الممتد في الماء في أقصى الجنوب الغربي من قارة أوروبا، أو ما يعرف جغرافيا بشبه الجزيرة الإيبيرية، وهو الذي يفصله عن إقليم المغرب في أقصى الغرب من البحر المتوسط مضيق جبل طارق. إذن إقليم المغرب الإسلامي الكبير في شمالي أفريقيا جهة الجنوب، يربطه بإقليم الأندلس الممر المائي الضيق المعروف بمضيق جبل طارق، الواصل بين البحر المتوسط شرقا والمحيط الأطلنطي غربا. إلى الشمال من مضيق جبل طارق تقع جغرافيا شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس عند المسلمين. على النحو نفسه، ما المكونات السياسية لهذا الإقليم الآن؟ يعني ما الدول التي تقع الآن في هذا الإقليم؟ إسبانيا إلى الشرق وهي الدولة الكبرى فيه، والبرتغال إلى الغرب. يعني الأندلس الإسلامية عبر التاريخ ورثتها دولتان: إسبانيا وهي الأوسع مساحة إلى الشرق منه، في القسم الشرقي منه، القسم الأكبر، وعاصمتها مدريد الآن، وهي مجريط في تاريخ المسلمين في الأندلس، حرفت إلى مدريد. إلى الغرب منها تقع على ساحل المحيط الأطلنطي البرتغال، وهي الأصغر حجما، وعاصمتها لشبونة الآن، وهي مدينة إشبونة في تاريخ المسلمين في الأندلس كما عرفوها، وحرفت إلى لشبونة. إذن مرة أخرى، ما النطاق الجغرافي لهذا المقرر؟ وهي النقطة الأولى التي بدأنا بها حديثنا في هذا المقرر. قلنا النطاق الجغرافي يتمثل في إقليمين: إقليم المغرب الإسلامي الكبير وإقليم الأندلس، يربط بينهما مضيق جبل طارق إلى الغرب من البحر المتوسط، الذي يصل بين البحر المتوسط
والمحيط الأطلنطي. إقليم المغرب الإسلامي الكبير ما حدوده؟ حدوده من جهة الشرق حدود مصر الغربية، من جهة الغرب مياه المحيط الأطلنطي. ما مكوناته السياسية الآن؟ ما الدول الواقع فيه؟ ما الدول الممثلة له الآن من جهة الشرق؟ ليبيا، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، وبينهما الصحراء المتنازع عليها. طيب إقليم الأندلس ما موقعه؟ هو اللسان الجنوبي الغربي من قارة أوروبا الممتد في الماء. إذا موقعه أقصى جنوب غربي قارة أوروبا. موقع إقليم المغرب الإسلامي الكبير شمالي أفريقيا. موقع إقليم الأندلس أقصى جنوب غربي قارة أوروبا. يعرف جغرافيا بشبه الجزيرة الإيبيرية، نسبة إلى الإيبيريين، الشعب الإيبيري الذي سكنها تاريخيا. طيب هذه شبه الجزيرة الإيبيرية التي عرفت في تاريخ المسلمين بالأندلس، ما الدول التي حلت محلها الآن، التي قامت في هذا الإقليم في هذه البقعة؟ دولتان ورثتا الأندلس الإسلامية، هما إسبانيا وهي الدولة الأكبر في جهة الشرق من شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس، وعاصمتها مدريد الآن، وإلى الغرب منها على المحيط الأطلسي البرتغال وعاصمتها لشبونة. هل وضحت أعزائي النقطة الأولى من هذا المقرر؟ عما تحدثنا فيها؟ تحدثنا عن نطاق هذا المقرر جغرافيا وسياسيا حتى الآن. طيب بقي أن نشير إلى العناصر، عناصر السكان التي سكنت هذين الإقليمين تاريخيا وأثرت في تاريخهما. شمالي أفريقيا يسكنه تاريخيا عنصر معروف، يعني كل منطقة أبناء الأعزاء سكنتها أو تواردت عليها عناصر كثيرة، لكن غلب في فترة طويلة من تاريخها عليها عنصر من العناصر. يعني مثلا إذا سألتك ما العنصر الغالب تاريخيا على شبه جزيرة العرب؟ شبه جزيرة العرب ماذا نتوقع؟ ما العنصر الغالب عليها؟ الفرس أم الترك؟ هي شبه جزيرة العرب، إذن من سكانها؟ العنصر العربي، ولهذا عرفت بنسبتها إليهم شبه جزيرة العرب. إذن غلب عليها تاريخيا العنصر العربي. بلاد فارس ما العنصر الغالب عليها تاريخيا؟ رغم توارد عناصر كثيرة عليها عبر تاريخها، لكن العنصر الأوضح وجودا الأطول عمرا فيها حتى الآن هو العنصر الفارسي. تركستان في أواسط آسيا ما العنصر الغالب عليها؟ تركستان معروفة، كلمة استان لاحقة في اللغة الفارسية إذا أضيفت إلى ما يفيد الزمان تعني فصل كذا أو وقت كذا. يعني إذا قلت نحن الآن في فصل الشتاء، شتاء يعني برد يعني زم بالفارسية، تضاف إليها استان، زم استان يعني فصل الشتاء، بهار يعني ربيع، فصل الربيع بهار استان. إذا استان هذه لاحقة في اللغة الفارسية إذا أضيفت إلى ما يفيد الزمان تعني فصل كذا أو وقت كذا من السنة. طيب وإذا أضيفت إلى ما يفيد المكان، كأن أقول أفغانستان تعني أرض قبائل الأفغان، أوزبكستان أرض قبائل الأوزبك، تركستان أرض العنصر التركي الكبير، موطن الترك الأصلي، كما شبه جزيرة العرب موطن العرب، كما بلاد فارس موطن الفرس، كذلك تركستان أو أواسط آسيا أو بلاد ما وراء النهر عند الجغرافيين المسلمين أو الآن الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وما إلى ذلك، هذه في أواسط آسيا تعرف جغرافيا بتركستان أو موطن الترك الأصلي. إذن غلبت هذه العناصر على هذه البقاع فنسبت إليها في الغالب. ما العنصر الغالب تاريخ أو كما لدينا في بلدنا هنا مصر، ولا يفوتنا هذا، إذا سألتك عن العنصر الغالب تاريخيا على بلدنا العزيز مصر أو الذي غلب على وجهه تاريخيا الذي سكنه مدة طويلة من تاريخه فكان أصلا فيه، كان العنصر الأصلي فيه صاحب البلاد، تجيبني القبط.
إذا من سكان مصر تاريخيا في الغالب؟ القبط. إذا القبط بالمناسبة علم، يا ترى بهذا المفهوم، بهذا التعريف، بهذه الإجابة، علم على عقيدة وديانة أم على عنصر وسلالة؟ على دماء ونسل وحسب ونسب، ولا على عقيدة وديانة ومعتنق؟ لا، القبط علم على عنصر وسلالة وليس على عقيدة وديانة. من سكان شبه جزيرة العرب؟ العرب. من سكان بلاد فارس؟ الفرس. من سكان مصر؟ القبط. فالقبط هم سكانها تاريخيا، كانوا على الوثنية في الأصل، وتواردت عليهم الشرائع السماوية يهودية ونصرانية وإسلام، حتى غلب الإسلام على وجهها أخيرا. إذا منا أقباط تاريخيا وثنيون، ومنا أقباط يهود، ومنا أقباط نصارى، ومنا أقباط مسلمون. إذا كلنا أقباط، غالبيتنا مسلمة وبعضنا على غير الإسلام. فالمسلمون كغيرهم قبط من أهل البلد، وليست القبطية علما على عقيدة وديانة بعينها في هذا البلد. وانتبه معي، طيب ما وجه يعني الخطأ هنا؟ لو أنك صرفت كلمة القبط إلى ديانة بعينها في هذا البلد، وأنت تعرف أن القبط هم أهل البلد أو سكانها الأصليون كما قلنا، إذا بقية سكانها من غير معتنقي هذه الديانة، يا ترى كيف يصنفون؟ دخلاء أم غرباء أم ضيوف؟ ليس في الأمر أصيل ودخيل، كلنا أصلاء، كلنا أقباط، أكثريتنا مسلمة وأقليتنا غير مسلمة. هذا بخصوص هذه النقطة. أخلص من هذا إلى أن كل إقليم عبر التاريخ غلب على سكناه عنصر معين استمر فيه أطول مدة ممكنة، أثر في تاريخه، أبلغ التأثير. تالي نحن نتحدث عن إقليمي المغرب والأندلس. ما العنصر الغالب تاريخيا على إقليم المغرب الإسلامي الكبير، المغرب الشمال الأفريقي قبل الفتح الإسلامي وبعده؟ العنصر البربري. إذن البربر هم سكان شمالي أفريقيا تاريخيا. ما زجهم، امتزج معهم العنصر العربي بهجرة قبائل العرب بعد الفتح الإسلامي لإقليم المغرب. إذن انضاف إلى العنصر البربري العنصر العربي. هذان العنصران هما المؤثران الرئيسيان في تاريخ هذا الإقليم. يتصل بهذا إقليم الأندلس. ما العنصر الذي سكنه قبل الفتح الإسلامي؟ يقول شبه الجزيرة الإيبيرية، شعب الإيبيري، شعب الوندال الذي حرف إلى الأندلس. هؤلاء هم الذين كانوا فيها قبل الفتح الإسلامي. ثم تتابعت إليها جحافل العرب المسلمين والبربر المسلمين. إذن مع الفتح الإسلامي ويلحقه انضافت إلى سكان البلاد الأصليين الذين تحولت غالبيتهم تدريجيا طواعية إلى الإسلام كما سنشرح، فشكلت جزءا من الأمة الإسلامية في إقليم الأندلس. انضاف إلى هذا العنصر السلالة الوندالية، انضاف المسلمون من القادمين الفاتحين وبعد الفتح من العنصرين العربي والبربري. فوجدت لدينا ثلاثة عناصر في الأندلس: الوندال الأصليون، العرب، والبربر الفاتحون. إذن هذه المكونات السكانية لإقليمي المغرب والأندلس. ما مكونات إقليم المغرب؟ البربر، انضاف إليهم العرب. ما مكونات إقليم الأندلس سكانيا؟ الوندال، انضاف إليهم العرب والبربر. بقي أن نشير إلى لسان آخر امتد إليه أو اشتبك معه تاريخ إقليم المغرب والأندلس في كثير من عصوره وأثر فيه، وهو
لو أنكم تتخيلون مع الخريطة يا شباب، لو أنك أعطيت ظهرك لحدود مصر الغربية واتجهت نحو الغرب نحو المحيط الأطلسي، اتجها نحو المملكة المغربية، ستنتهي إلى آخر الشمال الأفريقي. فإذا اجتزت مضيق جبل طارق على يمينك نحو الشمال ستنزل في شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس أو إسبانيا والبرتغال الآن. إذا ما اتجهت جنوبا اخترقت الصحراء الكبرى الفاصل الذي أشرنا إليه من قبل، الذي يفصل الشمال الأفريقي عن أفريقيا جنوب الصحراء، اجتزته إلى أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء الكبرى. قلت مكوناتها الآن مثل دول مثل مالي والسنغال وغيرها التي تصل نسبة المسلمين فيها نسبة أعلى من نسبة وجودهم في كثير من دول الشمال الأفريقي العربي المسلم. يعني مثلا نسبة المسلمين في السنغال أعلى من نسبتهم في مصر مثلا في الغالب، إذا كانت الإحصائيات دقيقة. هذا الاتجاه الجنوبي تأثر كثيرا بتاريخ المسلمين في المغرب الإسلامي الكبير، واخترقت الصحراء الكبرى نحو الجنوب كثير من القوى التي حكمت في الشمال الأفريقي المسلم، وفتحت البلاد ونشرت هذه العقيدة بين العباد، فتكونت إمارات تابعة للقوى التي حكمت في المغرب التي سوف ندرس تاريخها في هذا المقرر قدر الإمكان، ثم تحولت في هذه البقاع هذه الإمارات التابعة إلى سلطنات وإمبراطوريات قائمة بنفسها، مثل إمبراطورية مالي وهي أكبر من مالي الآن بكثير، غانا وهي أكبر من غانا الآن بكثير، سانغي كذا كذا كذا، كل هذه إمبراطوريات قامت في هذه البقاع وحكمت إلى مجيء الاستعمار الحديث. إذن أبنائي الأعزاء، أرجو ألا تكونوا قد تشتتتم مني، اضبطوا معي مؤشر الكلام. أنا الآن عما أتحدث ما زلت في نطاق هذا المقرر جغرافيا وسياسيا وسكانيا وحدود دراستنا لهذا المقرر في هذه المحاضرات. قلت إنه يمتد من مصر شرقا إلى الأطلسي غربا، هذا الإقليم إقليم المغرب الإسلامي الكبير، ثم ينزل في أقصى الغرب إلى موريتانيا جنوبا، يلحق به بعد مضيق جبل طارق شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس أو إسبانيا والبرتغال الآن. هذا من جهة الشمال. من جهة الجنوب يتصل به إقليم أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء الكبرى. محل دراستنا، هذه النقطة الرابعة والأخيرة، محل دراستنا في هذا المقرر في هذه المحاضرات هو تاريخ المسلمين في هذين الإقليمين، المغرب الإسلامي الكبير والأندلس. أما إقليم أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء فتؤجل دراسته إلى مرحلة الدراسات العليا في برامج كلية دار العلوم التي تنتمون إليها. إذن ما محل الدراسة في هذه المحاضرات؟ تاريخ هذين، عصور تاريخ المسلمين في هذين الإقليمين، المغرب الإسلامي الكبير والأندلس. طيب ماذا عن ما يتصل بهما من إقليم ثالث جنوب الصحراء الكبرى؟ نقصد أفريقيا الإسلامية جنوب غربي الصحراء الكبرى، أفريقيا الإسلامية في غربي أفريقيا لكن جنوب الصحراء. هذا الإقليم نتعرض له بالدراسة إن شاء الله في مرحلة الدراسات العليا، وفقكم الله لكل خير. إذن أنا الآن أنهيت تفصيل كلامي يا شباب عن النقطة الأولى من النقاط الأربعة. هل أذكركم بالنقاط الأربعة سريعا؟ نطاق هذا المقرر جغرافيا وتاريخيا وسكانيا، موقع تاريخ هذين الإقليمين من تاريخ الأمة بعامة، مراحل تاريخ هذين الإقليمين داخليا، طبيعة انتشار الإسلام في هذين الإقليمين. حتى الآن إلى ما تعرضنا بالتفصيل؟ تعرضنا للنقطة الأولى وهي نطاق هذا المقرر جغرافيا وسياسيا الآن وسكانيا.
هل أذكر بالمضمون بسرعة؟ هل أوجز تفاصيل النقطة الأولى؟ فالأوجز، لعلها تكون المرة الأخيرة. فانتبهوا معي يا شباب، النقطة الأولى قلت نطاق هذا المقرر حدوده، ما الذي ندرسه؟ ندرس في هذا المقرر الخاص بتاريخ المغرب والأندلس أو تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس، ندرس تاريخ المسلمين في إقليمين، ما هما؟ المغرب الإسلامي الكبير والأندلس. طيب، مغرب الإسلامي الكبير ما حدوده الجغرافية حتى نتعرف عليه على الخريطة، حتى ننزل كلامنا على أرض الواقع على الخريطة فنتثبت. مغرب الإسلامي الكبير يمتد من حدود في جهة الشرق من حدود مصر الغربية وإلى مياه المحيط الأطلسي غربا، ثم ينزل بلسان إلى موريتانيا في أقصى الغرب جنوب الغربي. طيب، هذا الإقليم الكبير، إقليم المغرب الإسلامي الكبير، ما الدول التي تقع فيه الآن حتى نتعرف على ملامحه الآن؟ قلت هي من الشرق ليبيا، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا في جنوبها، وبينهما الصحراء المتنازع عليها. هذا عن حدود والملامح السياسية لإقليم المغرب الإسلامي الكبير. طيب، من غلب عليه تاريخيا؟ البربر، ثم جاءهم العرب الفاتحون يحملون راية الإسلام، وشكلوا شكل العنصران معا، أو حمل على كاهليهما عناء النهوض بتاريخ هذا الإقليم الإسلامي الكبير. إلى الشمال من إقليم المغرب الإسلامي الكبير يقع البحر المتوسط الذي يمتد من الشرق إلى الغرب ويفصله عن المحيط الأطلنطي غربا مضيق جبل طارق. إذا اجتزت، إذا عبرت مضيق جبل طارق جهة الشمال، ستنزل في شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس الإسلامية. ما الذي يشكلها، ما الذي يقع فيها من دول الآن؟ إسبانيا الكبيرة في الشرق عاصمتها مدريد، والبرتغال إلى الغرب منها على مياه الأطلسي وعاصمتها لشبونة. ما العنصر أو العناصر التي غلبت تاريخيا على إقليم الأندلس؟ الوندال، وحرفت إلى الأندلس، شعب الوندال، ثم انضاف إليهما المسلمون من عرب وبربر من الفاتحين. هذه العناصر الرئيسية التي أثرت في تاريخ هذا الإقليم عبر عصوره المختلفة. هذان الإقليمان هما محل الدراسة في هذا المقرر. قلت إن إقليما ثالثا يتصل بهما، وهو الذي يقع بدلا من أن تنتهي في طرف المغرب من الغرب فتتجه جمالا فتعبر مضيق جبل طارق فتنزل في الأندلس أو إسبانيا والبرتغال، تعكس الاتجاه فتنزل جنوبا فتعبر الصحراء الكبرى فتنزل أو تصل إلى أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء، حيث مالي والسنغال وغانا وغينيا، وصولا إلى نيجيريا وساحل العاج وما إلى ذلك. هذا الإقليم هل يدخل معنا في الدراسة؟ لا، لا يسعنا الوقت أن يدخل معنا في الدراسة في مرحلة الليسانس، وإنما يؤجل عادة في برامج هذه الكلية إلى مرحلة الدراسات العليا، وفقكم الله إليها إن شاء الله تعالى إن كانت لكم رغبة فيها. إذن هذه هي خلاصة، بالمناسبة هذا الإقليم الأخير ما العنصر الذي غلب عليه؟ يعني مسايرة لحديث عن الإقليمين السابقين المغرب والأندلس، غلب عليه العنصر أو عناصر زنجية ذات البشرة السوداء، عناصر زنجية تفترق فيما بينها إلى تسميات عديدة، لكن عموما يسمى العنصر الزنجي. انضاف إليها، حملت راية الفتح من البربر والعرب الفاتحين. إذن إذا وجدنا في المغرب بربر ثم عرب انضافوا إليهم، وفي الأندلس وجدنا وندال انضاف إليهم بربر وعرب من الفاتحين، سنجد في هذا الإقليم الثالث زنوجا انضاف إليهم بربر وعرب من الفاتحين من حملة راية الإسلام. هذه خلاصة النقطة الأولى من النقاط الأربعة التي قلت إننا سوف نركز عليها ابتداء في محاضراتنا في هذا المقرر، وهي نطاق هذا المقرر، نطاق دراستنا لهذا المقرر وما الذي يعنينا فيه. نطاقه جغرافيا، ما حدود المغرب، ما
حدود الأندلس. ما الإقليم الثالث الذي يتصل بهما وهو أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء؟ ما الدول الواقع فيه الآن؟ ما الوحدات، هي الوحدات السياسية، ما العناصر التي سكنته تاريخيا وغلبت عليه؟ ما الذي سوف ندرسه من هذا النطاق؟ قلت إننا سوف نركز في هذه المحاضرات على تاريخ المسلمين في الإقليمين الأولين، المغرب ثم الأندلس، أو متزامنين، ونؤجل الحديث عن تاريخ المسلمين في أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء المتصل بهذين الإقليمين بتاريخهما وجغرافيتهما عبر التاريخ إلى مرحلة الدراسات العليا. هذه إذن النقطة الأولى، أرجو أن تكون قد وضحت أبنائي الأعزاء بعد أن صدعتكم بهذه التفاصيل الكثيرة التي عدت فأوجزتها أكثر من مرة. هل هي واضحة؟ إن شاء الله واضحة. طيب، هذه النقطة الأولى. ما النقطة الثانية قلنا؟ ها، ذكروني من النقاط الأربعة، النقطة الثانية هي موقع تاريخ هذين الإقليمين المغرب والأندلس من هيكل التاريخ العام لتاريخ الأمة الإسلامية، باعتبار أنه كل يقسم لغرض الدراسة بالأساس العلمية والتخصص إلى عصور مختلفة، ولكنه كل متلاحم في الغالب، لا يمكن أن نبتر قسما منه فندرسه دراسة منفصلة عن بقية الأقاليم والعصور في دار الإسلام في تاريخها الطويل. إذن سندرس تاريخ هذين الإقليمين، ونلمح دائما وعيننا دائما على علاقته بتاريخ بقية أقاليم الأمة وعصور التاريخ المختلفة في هذه الأقاليم، قضية التأثير والتأثر كما أشير. إذن موقع تاريخ هذين الإقليمين من تاريخ الأمة. قربها لكم أبنائي، إذا تصورنا أن هيكل التاريخ العام لهذه الأمة بمثابة دكانة، بقالة قسمها صاحبها إلى عدة أرفف طولا وعرضا، ووضع في كل رف سلعة معينة، ومع تكرار ملاحظته لها تعود أن يشير إلى الرف الذي يحوي سلعة معينة دون أن يلتفت إليها مباشرة. ما معنى كلامي؟ يعني افترض مثلا أنه عمي الحاج محمود صاحب البقالة التي تجاور مسكننا مثلا، يجلس على كرسيه أمام بقالته وظهره إليها ووجهه إلى الشارع، وذهبت إليه لأشتري سلعة معينة، سكر، شاي، كمون، مكرونة، رز، أيا كان، طلبت منه طلبي دون أن يلتفت، ينادي على صبيانه أو على واحد منهم: يا ولد يا فلان، هات كذا من الرف الفلاني، على اليسار أعلى، إلى اليمين أسفل، في الوسط، في المنتصف، ناحية كذا أو بجوار كذا، دون أن يلتفت لأنه حفظه. هذا الذي نريده تبسيطا. هيكل التاريخ البشري العام، هيكل التاريخ العام لأمة الإسلام كأرفف هذه الدكانة يتسلسل تاريخيا وجغرافيا. نريد أن نتعرف، أريد أن يثبت في أذهان طلابي موقع تاريخ المغرب والأندلس من هيكل هذا التاريخ العام لهذه الأمة. مكرونة المغرب والأندلس يا شباب في أي رف من البقالة نجدها؟ هذا الذي أقصده، حتى لا يحدث في ذهن المتلقي الدارس ما يسميه المؤرخون بالانزلاق الحادثي. معنى الانزلاق الحادثي أن تفقد حاسة التتابع الزمني للأحداث، فتقدم عصرا على عصر وهو يسبقه في الواقع، لا يسبقه عفوا، وهو يلحقه في الواقع. يعني مثلا نعرف
سنعرف الآن أنه قل مثلا أنه في تاريخ مصر مثلا حكمها مثلا بعد 23 يوليو محمد نجيب فعبد الناصر فالسادات فكذا فكذا فكذا. فإذا سألت مبتدئا مثلا لا يعرف من حكام مصر بعد 23 يوليو 1952 يقول لك السادات ثم عبد الناصر ثم محمد نجيب مثلا، فتستغرب إذا كنت تعرف، وهي طبعا من المعلوم من تاريخ مصر بالضرورة مسألة عامة، لكن هذا غير المركز انزلقت الأحداث فتداخلت في ذهني. أعطيكم مثالا أوضح فيه شيء من الطرفة. سألت ذات مرة طلابي عن أشد الصراعات الخارجية التي خاضها محمد علي باشا والي مصر، فأجابني أحدهم قائلا وأشد الصراعات الخارجية التي خاضها محمد علي باشا والي مصر هي تلك الحروب الطاحنة التي وقعت بينه وبين جنكيز خان المغولي. مرة أخرى بما أجاب، طب أنا عما سألت ابتداء عن الصراعات الخارجية التي خاضها، الحروب الخارجية التي خاضها محمد علي باشا ولي مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، يعني منذ حوالي 200 عام. بما أجبت؟ أجابني أحد الطلاب بأن أشد الحروب والصراعات التي خاضها على المستوى الخارجي يعني خارج مصر محمد علي باشا ولي مصر هي تلك الحروب الطاحنة التي وقعت بينه وبين جنكيز خان المغولي. جنكيز خان المغولي يا شباب إذا دققنا هلك في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، محمد علي باشا توفي قريب من منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، بينهما أكثر من ستة قرون. أية قوة شقت قبر جنكيز خان الذي قبر منذ أكثر من ستة قرون ونفخت فيه الروح وأخرجته فوق سطح الأرض ودبت فيه القوة ووضعت في يده السيف ووجهته ليحارب محمد علي باشا بجيوش جرارة في حروب طاحنة وصراعات مريرة؟ أي قوة إلا أن تكون خيالا في ذهن هذا الطالب غير المدقق غير المركز الذي يفتقد الحاسة التاريخية، حاسة التتابع الزمني، ليس حافظا لأرفف الدكانة التاريخية وما تحويه. فحدث في ذهني ما يسمى بالانزلاق الحادثي، تداخلت لديه الأحداث وانقلبت العصور، فقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، فتصور أن محمد علي باشا قد حارب جنكيز خان وجنكيز خان قبر مات وقبر قبل محمد علي باشا بحوالي ستة قرون يعني 600 سنة. تخيل إلى أي حد يؤدي عدم التدقيق. لهذا أنا أركز أبنائي الأعزاء على أن تتضح في أذهانكم ملامح الدكانة التاريخية لتاريخ الأمة، عصور تاريخ الأمة في تتابعها العام، ثم نسكم فيها تاريخ المغرب والأندلس. هل فهمتم قصدي من تركيزي على قضية الدكانة التاريخية؟ مرة أخرى، نحن محاضراتنا تتعرض بالتفصيل لتاريخ إقليمي المغرب والأندلس، تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس. نعم هذا هو همنا في هذه المحاضرات، لكن هل ندرسه مبتورا منفصلا؟ لا، هل في الواقع لا علاقة له بغيره من أقاليم دار الإسلام ولا بعصور تاريخها ولم يؤثر فيها ولم يتأثر بها؟ كيف ذلك؟ هو من أوصل راية الفتح راية الإسلام إلى المغرب ثم الأندلس؟ الفاتحون الأقادمون من أقاليم أخرى من دار الإسلام من جهة الشرق من شبه جزيرة العرب والشام ومصر وما إلى ذلك. إذا كان الفاتحون جاءوا من أقاليم أخرى، كيف نقول إن تاريخ هذين الإقليمين يدرس مبتورا منبتا عن تواريخ الأقاليم الأخرى؟ إذن هناك لحمة شديدة وثيقة الصلة بين أقاليم دار الإسلام جغرافيا وتاريخيا. إذن لهذا قلت إننا في هذه النقطة الثانية من النقاط الأربعة التي سوف نركز عليها سوف نتعرف على موقع تاريخ المغرب والأندلس من الهيكل العام لتاريخ الأمة الإسلامية، نسكنه أين نضعه في أي رف
في أقصى اليسار من الدكانة التاريخية، في أقصى الجنوب، في الوسط، في أعلى، في أسفل، في الركن الأيمن من أسفل، في اليسار من أعلى، أين يقع؟ فقط نريد أن نسكنه لتتضح، يتضح موقعه وملامح هذا الموقع في الدكانة التاريخية التي أريد أن أرتبها وأركز عليها في أذهان طلابي. وهذا يا شباب وكد وهم مدرس التاريخ بالأساس، أن تتضح الملامح العامة لعصور تاريخ الأمة والعلاقات المتشابكة بينها، بغض النظر عن التفاصيل التي ربما تند عن ذهن المتخصص نفسه، لكن الوكد والهم هو التركيز على الملامح العامة لتاريخ الأمة، وكيف نسكن تاريخ كل إقليم وعصر من عصور أقاليم هذه الأمة الإسلامية في هذا الجسد العام. كما الكبد أين يقع يعرفنا عليه أهل العلوم، أين يقع من الجسم، أين تقع المعدة، أين يقع القفص الصدري، كذا كذا. هذا وقتنا نحن في هذه المحاضرات، نتعرف بالتفصيل قدر الإمكان على ملامح تاريخ المغرب والأندلس، تاريخ المسلمين في إقليمي المغرب والأندلس، ثم نسكن هذا التاريخ، تاريخ هذين الإقليمين، في الجسد الكبير من هيكل التاريخ العام للأمة الإسلامية، والذي يبدأ ببعثته صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحدث الفاصل الجذري الذي غير وجه التاريخ في إقليم الشرق، الذي صار بعد بعثته صلى الله عليه وسلم تدريجيا الشرق الإسلامي أو دار الإسلام أو العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية. إذن وقد داهمنا الوقت أبنائي الأعزاء، هذا مفتتح كلامنا عن النقطة الثانية. طب ما النقطة الأولى تذكروا معي قبل أن تتفلت منكم، النقطة الأولى هي نطاق هذا المقرر جغرافيا وتاريخيا وسياسيا وسكانيا وكذا وكذا، وقد تعرضنا له بالتفصيل. النقطة الثانية، نريد أن نتعرف على موقع تاريخ إقليم المغرب والأندلس، تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس، من الهيكل العام لتاريخ الأمة الإسلامية. مع تفاصيل هذه النقطة الثانية يسرني ويسعدني أن ألتقي بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أرجو أن تكونوا معي مركزين منتبهين، فلا يطير كلامي ويتبخر في الهواء. أرجو أن أقول شيئا نافعا وأن ينفعكم الله به، وأن ينفعنا بكم، وينفع الأمة بنا جميعا. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.